بس انت تدفع كل مجموعه دي على حسب انها تعمل خلاص عرفي نفسك بعد اذنك اتفضلي. مهتاب الجيلاني ناشطه سياسيه ومن اول حركه كفايه وجماعه الوطنيه التغيير اتلاف جد دفاع عن الثوره وطبعا 6 ابريل وكل الحركه تقريبا اشتغلت فيها وما زلت بشتغل عشان مصر. طيب النهارده كان في مؤتمر والنهارده اعلنا عن ولاده مجموعه الجمهوريه الجديده. ايه اهدافها وايه فكرتها؟ اهدافها احنا وبعض الاصدقاء والزملاء جمعنا شايفين ان الفتره اللي فاتت دي كلها المجلس العسكري قدر يفتتنا في صوره حركات وائتلافات وانه بيتهمنا ان احنا ما عندناش رؤيه وبيبدا عمل حرب علينا نفسيه بالتشكيك فينا او التخوين. فعشان كده قلنا لا لازم كلنا رؤيه ومحددين احنا عاوزين ايه. وبعد كده احنا عملنا حاجه شبيهه لخريطه الطريق وثيقه، عملنا مشروع والوثيقه دي جزء منه عباره عن اليات عمل، حاطين كمان عوامل نجاح، عاملين خطه زمنيه لكل مرحله هنعمل ايه، عاملين هنعمل كمان لجان مراقبه على كل منظومه سواء على الاقتصاد على الناحيه الامنيه على كل شيء. ابرز المؤسسين لهذه الفكره مين؟ الاستاذ شريف وبعض الزملاء. الاستاذ شريف جزيف وفي الاسماء الاستاذ شريف والاستاذه دينا والاستاذ يحيى والاستاذ حازم والاستاذه ياسمين والاستاذه دينا واحمد صلاح ومهتاب الجيلاني. هل دعيتوا حد من الشخصيات البارزه وما جاش النهارده؟ احنا نظرا النهارده ان اكتر من مؤتمر وفي احداث كثيره النهارده اليوم زي ما حضرتك شايف، المفروض ان كان في ممثلين من جميع الاحزاب او معظمها على الاقل. في احزاب اعلنت الموافقه فعلا انها تأييد لينا. الجمعيه الوطنيه للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى مرحب جدا جدا بالفكره الرائعه اللي احنا عرضناها. عملنا اكثر من ندوه وعرضنا الافكار بتاعه الوثيقه والرؤيه عشان ان احنا مش عاوزين ننفرد او نعمل حاجه جديده، لا احنا يهمنا الناس تتكاتف تبقى مع بعض ايد واحده علشان نقدر نخطي العقبه اللي هي واقفه اللي هي الثوره اللي لم تكتمل. نفسنا نكملها كلنا، نفسنا نكون ثوره سلميه، نفسنا نكون فعلا متوحدين على هدف واحد. هل بعض التيارات الاسلاميه مدعوه لهذا المؤتمر؟ طبعا التيارات الاسلاميه لا تتجزا عن الوطن. انا ضد المسميات نهائي. انا نفسي نرجع زي الثوره، مفيش فرق بين الليبرالي ولا اخواني ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا الماني ولا يساري ولا يمين، مفيش المسميات دي خالص. ولا مسلم ولا مسيحي، كلنا مصريين. ده اللي كلنا تقريبا بنحلم بيه دلوقتي وبنسعى ان احنا نحققه تحت اسم مصر. كلنا بنتجمع النهارده عشان مصر نفسنا وعشان الشهداء اللي ضحوا وعشان البلد وعشان المصابين والمفقودين اللي محدش عارف عنهم حاجه والمحاكمات العسكريه اللي كل واحد مننا معرض انه يتاخد محاكمه عسكريه في اي وقت ويتحكم عليه. ويمكن في ناس قادره تدفع الكفاله، في ناس غير قادره، خاصه الناس اللي مش معروفين اعلاميا للاسف بيتحكم محاكمات عسكريه محدش يعرف عنهم اي حاجه. يمكن الناس المحظوظه اللي معروفه اعلاميا هي اللي الناس بتقدر تدفع لها الكفاله او تقف جنبها، مع اني قلبي مع كل شخص يتحاكم محاكمات عسكريه لان احنا ضد ده. احنا بنطلب محاكمات مدنيه للمدنيين، ازاي احنا ضد ده؟ ايا كان حتى لو جريمته حتى لو كان متهم يبان روحه مش متهم، كل تهمته انه بيحب مصر بيدافع عن حقوقه، كل تهمته انه بيعبر عن النهارده الوثيقه دي بنقول كل الطوائف تتجمع عليها. احنا لسه حاجه تجمعنا، هي ممكن تجمع الاخوان مع اليسار مع اليمين مع الابرين، ده اجمل ما فيها انها كلها معموله او المشروع اللي احنا عاملينه كله تحت اسم شعب مصر. وكمان علاقتنا بالدول العربيه، ازاي يبقى يعني الشعوب دي كلها متحرره بالطغاه، ازاي كلنا دور ايجابي مع الدول العربيه دي كمان، ازاي ان شاء الله يكون في دورات ان شاء الله سواء في العمل الميداني. عملنا ان شاء الله خطه عمل جماهيري ازاي نقدر نتواصل مع رجل الشارع من خلال ندوات، من خلال المؤتمرات الشعبيه، من خلال توصيل صوتنا احنا معاه. بنقول له انت محتاج ايه؟ نوصل صوتك ازاي؟ ما هو رجل الشارع البسيط ده هو اهلي، هو اللي خرج معايا في الثوره وطالب معايا وساند معايا، هو اللي ضحى وابنه مات وممكن يكون اخوه في المعتقل وممكن تكون بنته كمان استشهدت وممكن يكون ولاده هم كمان طالبين الشهاده معانا.
احنا كلنا مصريين، احنا وكل الاصدقاء الجميله اللي كلنا تعرفنا على بعض في مواقف جميله جدا جدا، يمكن معظمهم بدايته بدا مع الثوره وهم صراحه جدا جدا، لكن نفسهم يعملوا حاجه ما بيدعوش زي غيرهم اللي احنا من قبل الثوره واحنا عملنا، لا كلهم هنا زي ما انت شايف بيتهربوا حتى من الكاميرا، كلهم هنا نفسهم يعملوا حاجه للبلد، وبدعوا كل المواطنين يعني الثوره مش هتكمل والوثيقه دي والمشروع بتاعنا مش هينجح من غير الناس. كده بقول لكل القوى السياسيه سواء شكل احزاب حركات ائتلافات جمعيات، كل المستقلين اللي هم القوه الحقيقيه العمود بتاع الثوره ينضموا، اللي عنده افكار اللي عاوز يغير في المشروع اللي عاوز يضيف، يا جماعه المشروع ده بتاع كل المصريين، كل المصريين لازم تتكاتف عشان نقدر نخليها دوله مدنيه، دوله مدنيه. ارجوكم احنا محتاجين نعرف كمان للناس يعني ايه دوله مدنيه. ان شاء الله انا بعمل ده انا وبعض الزملاء في ائتلاف لجان دفاع عن الثوره، وهنعمله في الجمهوريه الجديده ان شاء الله. مجموعات العمل في المحافظات اللي تشتغل طبعا المصريين كلهم، هنعمل حمله مكثفه للتوعيه، اهم شيء ناقصنا الوعي. يعني ايه دستور؟ ماده اشرحها له عشان يقدر ياخد قراره يبقى هو صاحب القرار. يعني ايه دوله مدنيه؟ يعني ايه دستور؟ زي ما قلت يعني دوله علمانيه؟ لازم يعرف الفرق، لان الفرق كبير قوي. لازم كمان يعرف حقوقه يحافظ عليها ازاي، وزي ما علي يعني ليه حقوق لازم هو كمان يكون بدا انه عامل الواجبات اللي عليه كل حاجه. وبعدين الشعب ذكي جدا المصري، بس كان زمان خايف، النهارده كسر حاجز الخوف، خلاص بقى عندنا امل. الامل ده هو مفتاح كل الشعوب، الامل في ان انا اقدر اعيش كبني ادمه، احيا حياه كريمه، اقدر احس ان انا حر ببلدي، بتمتع، ما اضطرش اسافر واغترب واموت في العباره.